الله يسترك يا دكتور. والله أنا مريضة سكر وعندي 60 سنة وسمينة وبحاول أخسس نفسي باخد أنسولين، فالدنيا متلخبطة شوية معايا يعني، فما أعرفش بقى النظام بتاخدي عندك سكر، الصحي. عندك سكر من النوع الأول ولا سكر من النوع التاني؟ التاني من النوع التاني. ماشي. طب أنا هديكي هدية كده، بس قبل ما اديكي هدية كده اديكي شوية نصايح. الهدية اللي أنا هقولها لك دي الطريقة قام بيها الاتحاد الياباني، وكانت النتيجة بتاعتها 100% في النتائج للتخلص من مرض السكر من النوع التاني. دي كده الهدية. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها لك إن أنا أغلب الحالات اللي بتجيلي تخينة بيبقى عندها سكر من الدرجة التانية، عندها يعني موضوع السكر من النوع التاني ده منتشر بشكل كبير جدا في جميع أنحاء العالم، حتى في تركيا. أنا موجود في تركيا، بيقابلني حالات كتير جدا سكر من النوع التاني. أنا في البداية كنت ما بقولهمش على طريقة الاتحاد الياباني، لكن كنت بخليهم يعملوا الطريقة من ضمن النصايح مع العلاج اللي هما كانوا ماشيين عليه. وجدت ان نتيجة الناس اللي كانت بتمشي على الطريقة ديت كانت النتيجة بتاعتهم 100%، يعني تخلصوا من مرض السكر من نوع تاني في شهر واحد فقط. فانا لو هنصحك على لنصيحة للتخلص من مرض السكر من نوع تاني في 30 يوم فقط، الطريقة كالاتي: بعد ما تصحي من النوم، قبل ما تعملي أي حاجة، قبل ما تتوضي، قبل ما تصلي، قبل ما تعملي أي حاجة، اشربي 4 أكواب مية دافية على الريق. اشربي 4 أكواب مية دافية على الريق. بعد ما نشرب الأربع كوبايات مية دافية بعد ما نشرب الأربع كوبايات مية دافية ننتظر 45 دقيقة، ما نحطش في بقنا أي حاجة، وبعد كده ناخد وجبة الفطار. النصيحة دي تمام. ناخد وجبة الفطار بتاعنا، ممنوع نشرب المية أثناء الوجبات أو بعد الوجبة بشكل مباشر، هننتظر ساعتين على الأقل بعد وجبة الفطار. وممنوع شرب المية أثناء أو بعد وجبة الغداء بشكل مباشر، شرب المية يكون دايما يكون قبل الوجبات، يعني قبل الغداء بنص ساعة نشرب كميات مية كافية، نشرب الكميات اللي احنا عايزين نشربها قبل الوجبة، قبل العشاء برضه نشرب كميات مية كافية. يعني ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة، شرب الماء دايما يكون قبل الوجبات. وأول ما نصحى من النوم قبل ما نعمل أي حاجة نشرب 4 كوبايات مية دافية. دي كده دي طريقة الاتحاد الياباني. أي حد كان بيجي لي العيادة كنت أنصحه بهذه النصيحة كان يتم علاجه بشكل كلي، يعني مش بقول لك مثلا دواء تاخديه فتتخلصي من المرض، لا، فقط بهذه النصايح زائد بعض الحاجات في نمط الحياة الصحي. يعني الوجبات بتاعتنا نحاول قدر الإمكان مع وجبة الفطار أو الغداء أو العشاء نبدأ الوجبة بتاعتنا بطبق السلطة. طبق السلطة نقول طبق السلطة ده نص كيلو، إحنا عندنا زيادة في الوزن فنقول طبق السلطة خماسي الألوان، اللون الأبيض زي الخس اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجر والرجله والكابوتشا، اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون الاصفر زي الليمون او الفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر. عايزين طبق سلطه خماسي الالوان فيه كل الالوان، ده نبدا الوجبه بتاعتنا بيه. ده طبعا لا يخلو من اي وجبه بتاعتنا. لو قدرت ان انت تاخدي طبق السلطه خماسي الالوان ده، برضو ممكن نقول لك على بعض يكمل. اتفضل. طبعا. يبقى لو اتكلمنا عن طبق السلطه خماسي الالوان، ده رقم واحد كفيل ان هو يعالج لنا، كفيل مع شرب الميه اللي هي 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، وبعد كده ننتظر 45 دقيقه، وبعد كده ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبات، شرب الماء دايما يكون قبل الوجبات. لو قدرت ان انت تمشي على حاجه زي كده هتبقى دفعه قويه جدا ان احنا ننزل في الوزن. مع نزول الوزن هتلاقي السكر بيتظبط، مع السكر بيتظبط هتلاقي يعني احنا بنعمل تنشيط للدوره الدمويه وتحسين للحاله المزاجيه، هنزود كميه الالياف اللي موجوده عندنا، بناخد الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، بناخد الاملاح المعدنيه اللي احنا محتاجينها من خلال طبق السلطه بشكل الالوان اللي انا قلت لك عليه ده، مع بقى كل اللي هو يبقى فيه 5 الوان رئيسيه. يبقى احنا قلنا طبق سلطه خماسي الالوان، قلنا شرب الميه على قد ما نقدر من 4 ل 4 لتر ل 4 ونص لتر ميه يوميا، مع شرب الميه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها،
ممكن بقى تنظيم مواعيد الوجبات بتاعتنا، يعني مثلا وجبة الفطار ما تعديش الساعة 8، وجبة العشاء ما تعديش الساعة 8، وجبة الغداء بتاعتنا تكون بين وجبة الفطار والعشاء، يعني بين وجبة الفطار والغداء 6 ساعات، بين وجبة الغداء والعشاء 6 ساعات، ونظبط المواعيد، يعني مثلا وجبة الفطار تبقى الساعة 8، وجبة العشاء تبقى الساعة 8، وجبة الغداء بتاعتنا تبقى الساعة 2، ونظبط هذه المواعيد، لأن مواعيد ثابتة بيساوي حرق سعرات حرارية ونزول في الوزن. بس شوفي هذه النصائح نصائح بسيطة جدا، لو حابة بقى تطوري شوية، لو حابة تطوري شوية تروح لدكتور تغذية يعدلك نظام غذائي يراعي فيه المسموحات والممنوعات، يكون جميل قوي. ما قدرتيش امشي على النصائح ديت، هتنزلي في الوزن، هتقدر ان انت مع نزول الوزن هتقدر ان انت تخلصي مرض السكر من النوع التاني في شهر واحد، واعملي التحليلة بقى وشوفي بعد شهر ايه اللي هيحصل لك، هتقعدي ليل نهار كده تدعي للدكتور احمد عطية الدهشان. بس كده الله يكرمك ويصلح حالك. استناك لما تيجي بقى مصر، او باجي لك بقى ان شاء ان الله. شاء الله جاي تركيا، تجيلي تركيا ان شاء الله ولا ايه؟ يا ريت. تشرفيني تشرفيني، انا موجود هنا، يا رب. انا موجود هنا في اسطنبول، تشرفيني في اي وقت، حابه تشرفيني في عيادات تركيا تحت امرك في اي وقت، يعني احنا متواجدين في عيادات هنا في اسطنبول، يعني لو تحت امرك في اي وقت احتجت مننا اي حاجه احنا موجودين ان شاء الله تعالى. الله يسترك يا رب ويرزقك ويفتح لك ابواب الرزق. اللهم امين. مقامك كمان. اللهم امين. اللهم لا والله نصايح حلوه وبسيطه وممكن فعلا تغير من نمط حياه الواحد خالص. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى، ربنا يحفظك، ربنا يخليك. الله يخليك يا دكتور، متشكره.